السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى نهاركم يكون واعر طوب. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفلوق درتو مع ضي على مراكش. حد الويكند دوزنا في مراكش وصورت لكم بلايص فين مشينا والوطيل فين كنا. نتمنى يعجبكم وما تنساوش تخليو ليا دي كومونتير زوينين وديروا جيم او تبارطاجيو. ايوايا سيادي، ريزيرفينا في راديسون بلو كاين في كيليس كما كتشوفو في بيسين ديال الشاج. يعني اللي عام غادي تكشف. اللي عام غيبان على حقيقتو. هاتي اش نقول لكم، فندق رائع جدا. النظافه غزال ونقي بزاف. شومبغ زوينة ولكن حنا غلطنا في ريزيرفاسيون، درنا لشخص واحد وحنا خصنا نديرو لشخصين و صافي. هاد الغرفة بحال هاديك شخص واحد، يعني فيها لوازم ديال الواحد، داين تا صابون داين غير صابون واحد. ايوا ماشي مشكل، مهم كانت زوينة كفاتنا. بعدا نهار كنا درنا لجوج الناس كنعطاونا شومبر كبيرة، حمام بوحدو. ما صورتش لكم هاد لوطيل، حنا تقريبا فوق ما كنمشيو مراكش هو اللي كان ريزيرفي، حيت كنرتاحو فيه صراحة. وفيه تابيسة زوينة في الطيغاج وفي الكافي ديالو زوين، ماكلتهم زوينة ديما كنجيو ليه. ولكن درنا ريزيرفاسيون
البارك دو جو باش يلعب ياسين شوية صراحة صدق جميل مناسب خليكم تكتشفوا معنا.
استمتعتوا بالفلوق ديالي، ان شاء الله نديروا شي فلوق جديد يكون بحالكم. وخليو لي دي كومونتير زوينين وديروا جيم. شكرا، شي فلوق جديد ان شاء الله.